في فترتك في المقاولين كان في ماتش بين الزمالك والمقاولين، ناس قالت لك احمد علي ضيع فوت ضربه الجزاء عشان خاطر الزمالك، ضايقتك او ضايقك الموضوع ده؟ طبعا اكيد. هو بس اللي كان يعني هو عشان الاهلي، جماهير الاهلي قالت احمد ضيع ضربه الجزاء وكده، لكن لا خالص. هو في الوقت دوت كان الزمالك اخد الدوري. ايوه يعني انا مش فاكر بصراحه بالظبط الزمالك كان اخد الدوري ولا لا. هو انا عشان ضيعته مرتين صح، انا بتكلم على بتاع البنك الاهلي، لكن في احتفاليه الدوري كانوا خدوا الدوري وخلاص. وبعدين انا اللي كنت بشوط على طول، يعني انا في الفريق، انا المدرب بيجي بيقول في واحد اتنين تلاته، انا اللي بشوط. والله العظيم عمري ولا اصلا، انا اصلا عايز اجيب عدد اهداف ليها ضيع. ليها ضيع عشان ايه؟ عشان مين؟ فاهم؟ فمش هتحب حد اكتر من نفسك يعني، لا وشغلك طبعا لا. وهي وسمعتك واكل وانا عايز عيشك اقول لك على حاجه، وبيتك اكيد جماهير الزمالك اصلا هتحترمك ان انت صح بتقول كده، مظبوط صح. لان مهما كان ده ضمير وضمير طب الكوره اصلا فيها كده احمد؟ يعني دايما بنشوف الكلام ده بيطلع، انا عارف انه بيبقى طبعا مثلا السوشيال ميديا حد بيستسهل ان هو يقول حاجه وهي كبيره، يعني دي حاجه كبيره جدا ان حد يعني يدي تهمه ويرقي تهمه على حد انه فوت ولا تساهل ولا، بس للاسف ده بقى مستساغ وسهل عندنا دلوقتي في السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت. الكلام ده اصلا موجود؟ ان فرقه ولا مدرب ولا لعيب يبقى متساهل في ماتش عشان خاطر فريق تاني؟ خالص. يعني انا حصل موقف مره في سنه تقريبا بس مش متذكرها قوي، كان ماتش المصري والمصري والاسماعيلي في اسماعيليه. ايوه فالمصري كان خلاص يعني كان فاحنا نازلين نلعب عادي 100% ولا ما فيش اي حاجه. كان بيصارع ساعتها يعني. فانا بنلعب ماتش عادي جدا، ولا جه حد كلمنا قال لنا حاجه ولا الكلام ده. الماتش كان قوي 100% والماتش كان قوي. فانا جات لي عرضيه فضيعتها. لقيت جماهير الاسماعيلي بتشجع المصري، يعني جماهير الاسماعيلي نفسها بتشجع المصري. ايوه فاستغربت. وساعات بتيجي تلاقي مثلا، يعني بتيجي تلاقي مثلا لعيبه مثلا من بعيد عن المصري، يعني خلاص خلصت جزئيه المصري عشان ما يربطوش الكلام ببعض. يعني مثلا لعيبه في لعيبه مثلا بتبقى فرقها بتهبط، ممكن لعيب يعيط لك، ممكن لعيب يجي يتحايل عليك، انت بتتعاطف، لكن لما الكرة بتجيلك خلاص اصلا بتنسى التعاطف ده، يعني بتتعاطف من كلامه بس كده معاه.